وين التبلدي؟ اهلا صباح مشاهدينا. لين عايز عصير التبلدي كده مركز فكل الساده المشاهدين زي ما ذكرت انت، يعني في لما طلعنا للتقرير عنده فوائد جمه مختلفه، ممكن كل الاسره السودانيه يكون في البيت، خاصه اصبح يعني في صناعات تحويليه له كثيره جدا اصبح متاح في كل البيوتات السودانيه، يعني مركته من الحيه دي. خلاص مشاهدينا، نحن من تنقلاتنا المختلفه من كردفان ايضا حنمشي للولايه الشماليه لتمايز صباح الشروق عبر الوان الشروق الزاهيه مباشره الى جزيره دبب، هذه الجزيره اللي شكلت تاريخ السودان، الدوله المهديه كانت صرخه ميلاد الامام المهدي، ايضا تمتاز به الجزيره من تفاصيل خاصه جدا في طقوس مختلفه حنتعرف على مجمله من خلال تقريرنا القادم. من على البعد وفي وسط النيل الخالد سليل الفراديس تلوح جزيره لبب جنوبي مدينه دونغولا بشمال السودان، وهي اولى الخطوات في الرحله القاصده للجزيره المجاورة لعدد من القرى في المنطقة، فود نميري والصحابة والشيخ الشريف هي أيقونات تحيط بلبب بكل فخر ومهابة. فالجزيرة خلافا لكون تفخر بالتاريخ والأصالة فهي استدعاء في كل لحظة لجميل الأشياء التي ظلت وساما على صدر أهل الشمال، فأصداء التراث النوبي تجول معك أينما ذهبت وأنت تهمه بسؤال أهلها عن مضامين جزيرتهم لبب. إذن نحن وبصدق على ذات الجزيرة والأرض التي شهدت صرخة ميلاد الإمام محمد عبد المهدي قائد الثورة المهدية الذي استقبلته لبب مولودا فيها العام 1843 للميلاد، ويبدو أننا لسنا الضيوف الوحيدين على أرض الجزيرة، فتدافع الناس يشير إلى أن حدثا عظيما تحتفي به الجزيرة. وسرعان ما تجيء الإجابة بأن الاحتفاء السنوي لذكرى الإمام المهدي، وهو الاحتفاء الذي يحرص أهالي الجزيرة على أن يكون محضورا، لا سيما وأن الحدث يقام على ذات المحراب المسمى بمحراب الإمام المهدي، ويبدو أن المشهد يبدأ بهذه الطريقة. ارتبطت جزيرة لبب منذ القدم بالقرآن وتعليمه، وكانت تسمى بجزيرة القرآن من كثرة الخلاوة وحفظة كتاب الله الكريم، وربما هو ما جعل من أهل الجزيرة بوقة واحدة متعاونين في جميع المهمات. فجزيرة لبب حتى اليوم لم تختفي منها جلسات الأنس والتفاكر في شأن الحياة العامة بالجزيرة والاحتشاد عند المناسبات، فالتواصل الاجتماعي بينهم سمة مميزة، خاصة عندما تصادف مثلا احتفالا بالجزيرة فتقصده فتتجلى لك كافة الملامح التي شكلت روح التواصل بين أهل الجزيرة. ربما كان يومنا في جزيرة لبب يوما عابرا، غير أن الإبحار في عوالم تاريخها يجعل من هذا اليوم امتدادا زمانيا قد لا تستطيع ذاكرة التاريخ أن تدرك أبعاده، ليس لأنها لبب الجزيرة، بل لأن السفر عبر التاريخ دائما ما يخلف هذا الإحساس في النفس.